السلام عليكم. في هذا الفيديو هذه غادي نهضروا على الجولد وغادي نهضروا على البرايس تشارت ديال البي تي سي، وغادي نبارطاجيو كيكو نيوز وكيكو اوبورتونيتي اللي مزيانين في المارشي ديال الكريبتو في سنة 2022. دونك كما تشوفوا هنايا معنا جولد 1 مينوت تايم فريم، دخلنا في هاد التريد تقريبا في هاد البلاصة هادي. انايا ديجا قبل ما ندخل في هاد التريد هذا دخلت في واحد في هاد البلاصة هادي، حاولت انتيسيبي ان روتورنمون من هاد البلايص هادو اللي قيسيو عند الهاي. كل مارشي كمل وقاس لي ستوب لوس تاعي تقريبا 300 بيبس اللي خسرت في هاد التريد تقريبا في هاد البلاصة هادي. فاش المارشي هبط تحت من هاد الليفل هذا، انا ديجا بارطاجيت في الجروب اش كيبان ليا في الماركت. قلنا زعما ام لوكين اف ماركت كان جيف ذا لاست ليكويديتي جراب بيلو هاد الليفل هذا تاع لي 1797 اللي هو في هاد البلاصة هادي تقريبا، وعطا هاد ليكويديتي جراب. هاد ديك الساعة going to move directly then reversal or market going to move directly to 1800 1884 اللي هو ابري رجع 1804 كما تشوفوا هنايا 1800 و 1804 تقريبا، و عطانا ان بريك اوت ديال 1805 بول باك. ودابا تنشوفوا عطانا تاتش ديال 1810 اللي هي تقريبا اخر تارجت كانت عندي. دونك كما تشوفوا هنايا جرجعو كما تشوفوا هنايا ابخي بيان سور ما دخلنا في التريد، هادو هما لي ريزولتا. اميزين موف تقريبا بايك بارك كتب لينا هنايا انه دخل في لي 1792 وخرج في لي 1806 بتو لوت، و هادشي اللي كاين. دونك ندوزو للبي تي سي برايس تشارت. ابخي ما عطانا داك الغوبون بيان سور، في حنا كان عندنا واحد التريد من هاد البلايصة هادو اللي بيان سور خدينا. و دابا تنشوفو ان بي تي سي تي تريتورنا، ولكن مع ذلك عندنا هاد البلايصة هادو اللي شتي هاد الميش هادو تي تعتبرو على انهم واحد ريزيستنس ليفل اللي جات من رياكشن بيسير. ممكن نشوفو واش تعطينا انغولفين باترن بلس كونفيرماسيون وتكاسينا هاد الهاي ونكمل ونكسر الترند لاين طلعوا تقريبا لي 40000، ولا غادي يبدا يتريتورن المارشي ورجع لنا لهاد اللو هذا وهاد اللو باش يكسرهم الابيس. وهنايا غادي نقدروا نشوفوا لي 35000، ولا يقدر يعطينا اكيمولاسيون ولا كونفيغوراسيون اوسيير ويرجع ري انتغري لي 47000. بوغ لو مومون المارشي دابا اوسي تكنيكمون في لوور تايم فريم. دونك نو بروبابيلتي اخرى ان المارشي يبدا شي غانجي في هاد البلاصه هادي، عطينا شي اكيموناسيون كبيره عادي بريك اوت، و بيان سور المارشي تاع الكريبتو غادي يتبعو. دونك بالنسبه لي نيوز اللي عندنا اليوم، ريسان مينيستر اوف فاينانس سوجيست 30 بانك سيل كريبتو. تي مينيستر اوف فينانس ديال روسيا تي بروبوزي على الغوفرنمون انهم يخليو البانكس هما اللي يبيعو الكريبتو. هاد الخبر تري بوليش بالنسبه للكريبتو ماركت، لانه تدل على الادوبشنز ديال الغوفرنمون لي سنترال بانك ولي انستيتيوشن فينانسيير الكريبتو بيان سور. غنخلي لكم هاد الارتيكل في الديسكريبسيون. تنشوفوا على ان انديا ويل لانش ديجيتال روب از سون از ذيس يير، دونك سنترال سي بي تي سيز كامين، و بيان سور كاع لي كاع لي كونتري غادي يولي عندهم واحد ديجيتال كورنسي ديالهم. من نشوفو هنايا ريبل تو بيلوت بات ان سي بي تي سيز يوزين بريفيت ليجر. هاد دو هاد البي هذا كاين في الهيمالايا وبغاو البوبولاسيون تاعهم يدخلوها للفاينانشال انكلوجن، اللي كتعني انهم بغاو يردو تقريبا 85% من البوبولاسيون تاعهم كاش للسوسايتي، ما يبقاوش يوزيو الكاش و يبداو تيخدمو بلي ديجيتال واليت. ومع لامبليمونطاسيون ديال لي سنترال بانك ديجيتال كيرنسي بيان سور كل دولة غادي يكون عندها كورنسي ديجيتال كورنسي ديالها، و ريبل كتساهم في هاد لامبليمونطاسيون. دونك الى شفنا دوتر نيوز، يو اس سيناتور تومي ادميت كريبتو از هير تو ستاي اند فيرسيفيد بورتفوليو شود هاف سام. كنا تنهضرو على بورتفوليو، غادي ندوزو البورتفوليو اللي ديجا امبليمونتينا هضرنا عليه في هاد لي فيديو كاملين، لا بيتو ترجعو تشوفوهم بيان سور. وهادو هما لي بروجي اللي انا ديجا دولار كوست افريجيت فيهم، وفاش بيان سور
حطيت اول لي فيديو في لاشين بارطاجيتهم لانهم دي زوبورتونيتي في سنه 2022. بيان سور هنا فين بجينا طن دولار كوست افريجيو، غادي نسكرولي باش تشوفوا كاع لي كريبتو اللي بيان سور بجينا طن دولار كوست افريجيو فيهم. دونك هادشي اللي كاين بوغ هاد لا فيديو هادي، كان تعجبكم هاد لو تيب ديال الكونتنت ديروا لايك وتابوناو، ولا بغيتو نهضر على شي حاجة ديروها في كومونتير. و السلام عليكم، تشوفوا فيديو.